بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. إذا عدنا إليكم مرة أخرى في هذه القصة الثانية، وما زلنا دائما مع المقطع الرابع شعوب العالم. كنا قد رأينا القصة السابقة جانبا مما عاش ابن بطوطة في بلاد الصين، واليوم لنا وقفة أخرى، لكن هذه المرة مع ميدان فهم المكتوب، القراءة المشروحة ودراسة النص، بحيث ستكون لنا وقفة مع شعب آخر من شعوب المعمورة، وعنوان النص سيكون الخبير البراكين والعطور، وسنكتشف سويا عن أي الشعوب نتحدث. إذا كنت قد طالبتكم في آخر الحصة السابقة بتحضير هذا النص، ولا شك أنكم قد أدركتم من خلال قراءتكم عمن نتحدث في هذا النص، فحاولوا أن تجيبوا عن هذه الأسئلة التي سأطرحها لتمكنكم من إيجاد الفكرة العامة. إذا من خلال قراءتكم للنص، بما تمتاز جزر القمر؟ بما تمتاز هذه الجزر التي تحدث الكاتب عنها وعن أهلها؟ لا شك أنك قد أدركت بأن الجواب سيكون بمظاهرها الخلابة وطيبة أهلها. طيب، الكاتب ذكر أول من اكتشف هذه الجزر، فمن اكتشفها أول مرة؟ إذا تمعنت النظر في النص فستدرك تماما أن رحالة العرب هم الذين وجدوا هذه الجزر واكتشفوها لأول مرة. طيب، في عصرنا الحالي ما هو القاسم المشترك بين سكان جزر القمر رغم اختلاف إثنياتهم وأجناسهم؟ إذا تمعنت النظر جيدا في النص فستدرك أن سكان جزر القمر كلهم مسلمون، ولذلك تزاوجوا بينهم، ومظاهر الإسلام بادية في عاداتهم وتقاليدهم. إذا من خلال كل ما ذكرناه نحاول أن نلخص كل ما ذكرناه في فكرة عامة. إذا الفكرة العامة تندرج في هذا الإطار وصف الكاتب جمال جزر القمر وبيان أصول أهلها العربية والإسلامية. النص مرة أخرى وحاول أن تقسمه بحسب الأفكار التي ذكرها الكاتب أو التي عالجها الكاتب في نصه. الجزء الأول من النص يمكن أن يكون من البداية لغاية نهاية الفقرة الأولى، وهي كلمة إفريقية وآسيوية. أما الجزء الثاني من النص فيكون من بداية الفقرة الثانية لنهايتها، والجزء الثالث ببداية الفقرة الثالثة لنهايتها. طيب، ركز جيدا مع الفقرة الأولى وحاول أن تجيب عن هذه الأسئلة. استخرج من النص ما يدل على جمال جزر القمر. إذا في النص مجموعة من الجمل كلها تدل على جمال هذه المنطقة. مثلا قال: وروني لؤلؤة جزر القمر، وقال أيضا: وروعة الطبيعة الخلابة. إذا هذه العبارات كلها تدل على جمال هذه المنطقة. ذكر الكاتب أيضا في النص في الفقرة الأولى بالتحديد أن شعب جزر القمر مشكل من إثنيات مختلفة. ما معنى كلمة إثنيات؟ قد شرحها الكتاب: الإثني المتعدد الأعراق أو الأجناس البشرية. إذا الإثنيات هي الأعراق البشرية المختلطة في مكان واحد. إذا ما هي الإثنيات المختلفة في جزر القمر؟ إذا ذكر الكاتب في نهاية الفقرة الأولى أن شعب جزر القمر مكون من الشعب العربي المتمثل في الأصول اليمنية والحضرمية والعمانية، ونسب قليلة من المراويين والملباش والأفارقة والهود،
وهؤلاء كلهم شكلوا لنا شعب جزر أقل. إذا من خلال تركيزنا على الفقرة الأولى نجد بأن الكاتب ذكر لنا ركز في هذه الفقرة على الجمال الموجود في جزر القمر أو في جزيرة موروني. إذا ما هي الفكرة الأساسية الأولى التي يمكن أن نستخلصها؟ إذا الفقرة الأولى التي تحدثنا عنها يمكن أن نختصرها في الجمال الأخاء لجزيرة موروني. الجمال الأخاء لجزيرة موروني. إذا ننتقل سويا هذه المرة إلى الجزء الثاني. إذا متى تم اكتشاف هذه الجزر وعلى يد من؟ قلنا أنه تم اكتشافها في القرن الثاني الهجري من طرف الرحالة العرب. لما سماها العرب بجزر القمر؟ إذا تمعنا النظر فسنجد أن العرب سموها بهذا الاسم لبروز القمر فيها بشكل واضح يوم اكتشافها. إذا الكاتب في هذا النص ركز على نقطة مهمة وهي اكتشاف هذه الجزيرة وأصل تسميتها. لذلك يمكن أن نلخص كل هذا في فكرة أساسية ثانية تتمثل في. ننتقل سويا الآن إلى المقطع الثالث. في هذا المقطع الثالث ذكر الكاتب نشيدا يردده أهل موروني ويرددونه كثيرا في أعراسهم. كيف سماه الكاتب؟ نعم سماه البرزنجي. طيب على ما يدل هذا أو ما هو محتوى هذا النشيد؟ إذا هذا النشيد هو ذكر لخصال محمد عليه الصلاة والسلام. على ما يدل هذا الأمر؟ يدل هذا الأمر على أصولهم الإسلامية وتشبثهم بالتقاليد الإسلامية والعربية. لذلك يمكن أن نختصر كل هذه الفقرة في ماذا؟ في الفكرة الثالثة. إذا تتمثل الفكرة الثالثة في تشبث أهالي جزر القمر بالعادات العربية والإسلامية. إذا ننتقل الآن سويا إلى الجزء الثاني من النص أو بأتذوق النص. جاء في الكتاب مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول قسم النص إلى أفكاره الأساسية وهذا كنا قد أنجزناه سابقا. السؤال الثاني ما هو النمط الغالب على النص؟ هذه جملة من مؤشراته أذكر مثالا على ذلك. إذا حينما نقرأ النص لا شك أنكم قد أدركتم بأن النص مليء بالوصف حيث أن الكاتب وصف لنا جزر القمر من حيث طبيعتها وأهاليها وغير ذلك. إذا فالنص وصفي بلا شك. مؤشراته كثيرة وأهمها إذا النمط الغالب على النص هو النمط الوصفي. ¿Quieres?
أشبه بالمرأة لأنه ذكر طرفي التشبيه، وحيثما وجدنا طرفي التشبيه فالجملة عبارة عن تشبيه. إذن المشبه به، كيف يمكن أن ندرك بأنها تشبيها؟ بكل بساطة، إذا وجدنا أداة التشبيه فهذا أمر بين. إن لم نجد أداة التشبيه فيمكن أن نضع بين الكلمتين أداة التشبيه. إن لم يختل المعنى فهذا أكيد بأنه تشبيه. هل يمكن القول أن نقول مروني كاللؤلؤة، أو مروني مثل اللؤلؤة، أو مروني تشبه اللؤلؤة؟ إذا ندخل هنا بين الكلمتين أداة التشبيه، فإن لم يختل المعنى فأكيد أن هذه الجملة عبارة عن تشبيه. الآن ما نوع هذا التشبيه؟ مروني لؤلؤة. نجد أن في هذا التشبيه ذكر المشبه والمشبه به فقط، بينما حذف كل من أداة التشبيه ووجه الشبه. إذا يمكن القول أن عناصر التشبيه أربعة عناصر، فإذا وجدنا اثنان من أربعة وهما العنصران الأساسيان المشبه والمشبه به، فهذا النوع من التشبيه لا شك أنه تشبيه بليغ، تشبيه بليغ. أي بالغنا في التشبيه، حيث جعلنا مروني توازي اللؤلؤة دون ذكر، دون توظيف للأداة أو لوجه الشبه. ننتقل الآن إلى الجملة الثانية، راحت تفتح لنا ذراعيها. الكاتب هنا يتحدث عن جزيرة مروني. في الحقيقة من الذي يفتح ذراعيه؟ في الحقيقة الإنسان هو الذي يفتح ذراعيه، فكل إنسان اشتاق لشخص معين حينما يراه يفتح ذراعيه، فالأم إذا غاب عنها ابنها وقتا معينا أو مدة طويلة أو فترة فلا شك أنها تستقبله بأحضانها فتفتح ذراعيها. إذن وكأن الكاتب شبه لنا هذه الجزيرة بالأم المشتاقة لابنها. هل ورد لفظ لهذه الأم؟ لا نجد أثرا لهذه الأم، لكن ترك لنا ما يدل على ذلك. ما هي؟ تفتح لنا ذراعيها. فتفتح لنا ذراعيها قرينة على أن هذه الجزيرة شبهها الكاتب بالأم الحنون أو بالأم التي اشتاقت لابنها. لذلك نجد أن طرف من أطراف التشبيه قد حذف. الطرف الأول الذي ذكر وهي راحت، إذا الجزيرة أشار إليها. أما الطرف الثاني فقد حذف، وتقدير الكلام الجزيرة كالأم التي تفتح ذراعيها. لذلك ما دام أن المشبه به قد حذف وتركنا المشبه فهذه الجملة عبارة عن استعارة مكنية. إذا ما هي الاستعارة المكنية؟ الاستعارة المكنية هي تشبيه بليغ حذف منه المشبه به وعوض بقرينة للدلالة عليه. إذا حذفنا المشبه به ثم تركنا قرينة إشارة أنس ليبين لنا أن المحذوف كان هنا ثم حذف. مثال ذلك الملاكم أسد. إذا هنا شبهنا الملاكم بالأسد، الملاكم مشبه، أسد مشبه به. حينما نحذف الأسد لا بد لنا من قرينة تدل عليه، فنقول زغر الملاكم و
أسقط خصمه على الحلب. ظهر الملاكم فالزائر وصوت الأسد، ولا ينبغي للملاكم أن يصدر صوت الأسد. لذلك هذه كلمة زهر دلت على أن الملاكم قد شبهناه بالأسد. كيف علمنا أن الأسد قد حذف؟ من خلال كلمة زهر وهي القرينة. هذه هي فيجب علينا أن نجتنبه.